ومن الصور المشرقة لوسائل التواصل الاجتماعي إنشاء مجموعات عبر هذه الوسائل لتعزيز صلة الرحم بين الأرحام وتعزيز التواصل بين الجيران وبين الزملاء ونحوهم. والمشاركة في هذه المجموعات نوع جديد من التواصل، وعلى هذا فمن دخل في مجموعة عبر هذه الوسائل تجمع بعض أرحامه بهدف صلة الرحم وتواصل مع أرحامه عبر هذه المجموعة وأتحفهم بالمقاطع النافعة المفيدة التي تدخل الأنس والسرور عليهم، فإن هذا داخل في صلة الرحم. فإن صلة الرحم تتحقق بكل ما أدخل الأنس والسرور على الأرحام، خاصة في وقتنا الحاضر الذي تباعدت فيه الأماكن وأصبح التواصل بالحضور والزيارة أصبح صعبا أن يكون ذلك بشكل مستمر قريب، وحينئذ فهذه المجموعات تحقق هذا التواصل بين الأرحام ويدخل ذلك في صلة الرحم. وهكذا أيضا بالنسبة للجيران ولغيرهم ممن على الإنسان حق متأكد، فيمكن أن ينشئ الجيران مجموعة ويتواصلوا فيما بينهم فيما يهم الحي ومشاكل الحي وأمور المسجد، وكذلك أيضا يتبادل فيها المقاطع النافعة المفيدة. عباد الله، وكما أنه مطلوب من الإنسان في منطقه أن يختار الطيب من القول وأن يقول التي هي أحسن، فكذلك أيضا في تعامله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي له ألا يكتب وألا ينقل إلا الطيب من القول، وأن يستشعر مسؤولية الكتابة والنقل كما يستشعر مسؤولية النطق. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.